الراس مش الزفيت دم تا 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 دم تا تا. خش ابقى مني لو قامت لك قومة جوة وخلفت الشحلية في خيارات كده. يا ما كان نفسي تاخد واحدة انا راضي عنها وتخلف منها هناوي صغير. يعني انا مش فاهم يعني انت راضي عنها يعني هتجيب لك خناوي صغير واللي مش راضي عنها اللي هي دي هتجيب لك شمبانزي؟ ما هتجيب لك برضه واد صغير كده برضك ها يبقى اسمه حناوي برضه صغير كده ويمشي يدقلج لك كده ويقول لك جدو جدو ايه كاكا كده ويمنى الدنيا علينا وساق. انا مش عارف انت لفيت عليه ازاي وكلتيه وفلخت عقله. انت اللي زيك زمان لو كنت شفتك ما تاخديش معايا غير رهيبه كده على طول خطوه واحده خطوه كده. بس يابا بس خلاص استني انت بقى ايه الله ابويا ما ينفعش نتكلم ابويا والله قلبي ووش رجلي غضبانين عليك. يابا قلبك ووش رجلك ايه وانت داخل تشوف بيلن على ابو زرافه عسل ام اللي جابت ابو سلالم ابوك. وبرضه مش هنسى تحريك لفرحك يا كبكر مش هنسى تحريك لفرحك ابوك يا عريس في عيبك. شد عليك الضوء. والله حصل خير انا اسف والله بس يعني اصل مرتبك قوي انت بقى من النهارده الاميره فيرجينيا جميله الجميلات وانا ريتشارد قلب الاسد ملك الغابه. انا هخش احمل حمام. ايه هخش استحمى في الحمام. يعني فوطة زفرة كده على السريع وجايلك. لا 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 لا
عليك كتاب في صندارة وسفر شرشارة من كتر ما في قلبي فوز الجلد غير أبو مزارة أبو مزارة أنا دا 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 برافو حلو عامل النطري قلبي يا بطوانة وانا مالي أنا آسف يا حج، إنما مضطر أصارحك. الكهرباء اللي دخلت جسم ابنك كفيلة بإنها تشغل مصنعين مع بعض. ابنك اتكهرب في مية، يعني دخله كهرباء ومية. يعني روح أقدم له على العداد، دخله يعني إيه كهرباء ومية؟ أقعد يا حج وأنا هفهمك كل حاجة. أقعد. دلوقتي للأسف الشديد ابنك عنده بلد accumulation in the brain. يا نهار اسود، وهيفضل طول عمره في الكومبونيشن يا حاج افهمني، اللي هي تجلد دموي. تجلد دموي يا نهار، يعني هيفضل في الكومبونيشن وتجلد دموي. تجلد يا حاج، تجلد دموي على الشعيرات الدمويه الخاصه بالذاكره. شعيرات دموية؟ آه. يعني هيبقى أقرع ولا هيبقى إيه؟ فهمني. إحنا بعد العلاج إن شاء الله يدوب يا ما تدوبش. لا، ما فيش حاجة اسمها ما تدوبش يا دكتور. ابنك تعبان يا حاج. لا مش تعبان يا دكتور. لا ابنك مجنون يا حاج. خف من بوعك يا دكتور، ما فيش حاجة اسمها الكلام ده. ابني مش مجنون. ابنك مجنون يا حاج، وأنا اللي عارف ده كويس واحتمال. ابني مش مجنون. ابني في منتهى العقل بمئة ألف جنيه. ايه ده؟ انت جاي ترشيني في مكتبي؟ معاذ الله يا دكتور، خليهم 170,000 جنيه. اقول ايه زمايلي وتلامذتي واقراني؟ ايوه كده، 180,000 جنيه. ومكانتي العلمية 200,000 جنيه. وضميري 23 جنيه. لا لا يا حاج، لا يا حاج، لا لا لا، نص مليون جنيه. نص مليون جنيه، نص مليون جنيه، اعتبرهم تبرع مني للمستشفى اللي انت فيها. حلوة الصيغة دي، حلوة. ها، بس بشرط. أؤمر يا حاج. قرب ودانك وحواجبك واسمعني كويس. تعالى، شرط واحد بس اللي عايزه تكون حاطه في دماغك كويس. ابن كركر مفيش جنسي مخلوق على وجه البسيطه يعرف انه دخل مستشفى الامراض العقليه ولا عتب العتبه بتاعتها حتى. اتفقنا؟ الفلوس ضيعت مني ابني زي ما ضيعت قبلها اخواتي. كل شيء لازم يرجع زي ما كان، لازم يتمتع بكل قرش. اخيرا افتكرتيني يا غالي. أم العربة البودرة بتاعت شعري فين؟ بس اسمعيني اتعور، اسمعيني اتعور، قوم اسمعيني اتعور، اسمعيني اتعور، اسمعيني اتعور، اسمعيني اتعور. الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ده كان لسه معايا امبارح. يلا بينا يا ابني، اسمعيني اتعور فين؟ يلا بينا. بموت بموت بموت. الموضوع خطر، التعويره دي هتفضل توسع 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 لحد ما تضيق علينا المكان، ولو ضيقت علينا المكان هنتعفس في الحيطة، ولو تعفصنا هنموت. ايه ده؟ لا بتوسع، شايفينها؟ بموت. بقول لك ايه، انا جت فكرة جهنمية. تدي فين؟ انت شايف كده؟ انا شايف انك تدفن. عارف ليه؟ ليه؟ عشان لما تدفن هتدفن هتبقى قاعد مستريح لوحدك كويس، وبعدين كمان لو التعويره دي في
فضل توسع 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 توسع. انت هتموت في الوسع. وتموت. يبقى تدفن. خلاص خلاص. وافق انه يدفن. الحمد لله على السلامة. عويرة اسماعيل اللي في سماعه باطل. باطل حلاوة. باطل حلالي. باطل عويرة اسماعيل اللي في سماعه واوا. واوا حلاوة. واوا حلاوة. واوا حلاوة. واوا حلاوة. واوا واوا. والله يرفته حلوة. صوتك. ما انا ساكت اهو. وطي صوتك. ايه ممكن حد يسمعنا؟ ولو حد سمعنا هيعرف احنا بنعمل ايه. وبعدين احنا مش خايفين من حاجه، بنشتغل في النور. واحد اتعور بنتفنه ولا ايه؟ مش عايزين حد يعرف علينا حاجه. سرنا يبقى بطننا، محدش يسمع غير كلمتنا كلنا. وسلموني عليه. سلموني عليه. سلموني عليه. سلموني عليه. حد عايز يدفن معاه؟ محدش؟ لا. خلي بالك. ايه؟ اي حد يسألك انت دفنت ازاي؟ مين اللي دفنك؟ تعترف بأي كلمة؟ ده يبقى دليل عليك والاعتراف سيد الميدالية. بنا خليك ليا. انا مش عارف من غيرك كنت دفنت ازاي. كنت هتدفن على وشك ونفسك يكتم وتموت يا مجنون. الحمد لله. خلاص خلاص. يلا يا اولاد راسة الموت وضعوا صاحبكم. قوم 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 يا خرابي. 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 الحلاوة اخويا عايزني؟ ليه؟ ده بقى له مدة سنين طويلة ما سألش عني. بتقول بقى ايه؟ حاضر من عينيا، حاجيلكوا على الظهيرة. سلام. تعال يا رضا، تعال يا حبيبي شوف خالك الحناوة بقى ايه. بقى من اكبر تجار قطع الغيار في البلد. مش زيك يا ضنايا، وشك مهبب ونفسك مقطوع من نفخك في الكاوتش. إلهي وانت جاه يرزقك ويسعدك ويطعمك يا رضا يا ابني احشائي، وينفق كاوتشك. بيت تعالي شيل السرعة دي بتقلب عليها المواجع. شو اللي فردك وشي دي نايمه؟ لا حول الله لا حول الله. نامت ازاي دي؟ نامت نصيبها كده اهوت. انت اللي نايمتها؟ لا يعني كنت واخده منوم يعني. يا عم شوف هنا الله يخليك. كنت واخده منوم. ايه ظرافه ام حضرتك دي؟ معلش انا اسف. اتفضل بس. يا فين العجله؟ ايوه فين؟ خد يا عم الوسط يا عم. يا عم يا عم
يا اسطى يا اسطى العجله ايه؟ عجله تقف على العجله ايه؟ اتفضل انتوا تحطوا العجله في حته غريبه. معلش معلش اتفضل. وركزوا حطوا العجله في حته كويسه عشان اتخربت عشان تحت. حاضر اتفضل. معلش تعال. فين يا عم العجله؟ اهي فين؟ ادي اه تصدق دي نايمه وبتشخر كمان. دي نقش ليه يا اسطى؟ اصلا مدني رنه. طب كلمها. طيب معيش نصيب، ضيعت رناتي كلها على اصحابي. طب استنى انت تتصل. ايوه يا اما. الو فتحت عليا التليفون ليه؟ الو في ايه يا اما؟ ما فتحت عليك التليفون. انا يعني فتحت عليك الحمام. ايوه الو الو الو. لقد نفذ رصيد امي. خد كلم امك وخلصني. وانت تعرف نمرتها منين؟ الو اما. ايوه اما. لا 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 براحتك. لا ده تليفون زبون، هو ظريف لطيف غلس كده. لا 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 ايه حناوي؟ خالي حناوي؟ خالي حناوي وشاف شكلي قبل كده؟ خلي حناوي اخر مره شافني فيها ما شافنيش فيها. لا 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 روح انت، روح انت بقى. بقولك ايه، ما تنسيش تجيبي معاكي 5 كيلو مسامير 10 سنتي لزوم الشغل عشان ارميها على الطريق. انت اللي بترمي المسامير على الطريق؟ ليه ما تاكلهاش؟ ليه ما تاكلهاش من هنا في الطريق يا ظالمه؟ يا ابن الكاهن في حد صح حد كده؟ في حد صح حد كده؟ حاج افهمك افهمك. انت فهمني. القهوه يا حاج، القهوه الساده يا حاج. ساده.